سعودي سنرصد الآن الاحتفالات في الشارع واحتفالات المارة في فوز المنتخب السعودي الذي حقق فوز كبير. الفرحة هنا في كل مكان، الأعلام على السيارات التي تمر بالشوارع، هنا أيضا ازدحام في الحركة المرورية بسبب الأعداد الكبيرة المتوافدة إلى الأماكن العامة للاحتفال ب فوز المنتخب السعودي، إضافة إلى وجود العديد من المناطق الأخرى التي تتوفر سواء من وزارة الرياضة أو حتى من الهيئة العامة للترفيه التي وفرت منطقة داخل استاد ملعب مرسول بارك للتشجيع ومشاهدة مباريات المنتخب السعودي خلال المنافسات، إضافة إلى توفير العديد من المناطق الأخرى في الأماكن العامة. الجميع هنا متحمس ومتفاعل مع فوز المنتخب على الرغم من أداء الطلبة لاختبارات النهائية أو الاختبارات الفصلية، إلا أن الفرحة وصرخات الجماهير طغت على هذا الحدث بفوز المنتخب السعودي وتحقيق الفوز على الأرجنتين، الذي حتى الجماهير العربية خالد تحدثنا مع قبل قليل وكانوا يتحدثون بأنهم لم يتوقعوا هذا الفوز على منتخب قوي ومعروف ويحقق دائما الفوز على الأرجنتين، ولكن ربما تكون السنوات الماضية استراتيجية وزارة الرياضة الدعم الكبير للقطاع الرياضي حقق هذا التقدم، تطور اللاعبين، تحفيز الأمير محمد بن سلمان للاعبين المنتخب قبل الانتقال والتوجه إلى قطر للعب في منافسات المونديال كانت هي الدافع الأول. نتوقع أيضا خالد أن تتوافد جماهير أكبر إلى قطر تتوجه لدعم المنتخب حقيقة بعد هذا الفوز الكبير، خاصة وأن إجراءات السفر إلى قطر مسهلة كثيرا لجميع الجماهير. مشاعر جميلة نشهدها هنا في الرياض واحتفالات من الجميع، المواطنين والمقيمين يفرحون بهذا الفوز كونه يشكل فوز أو انتصار عربي لمنتخب عربي وهو المنتخب السعودي الذي حقق هذا الفوز اليوم. نعم.